إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم مباشرة من مدينة تيزنيت على قناتكم شوف تي في، معنا رئيس الجمعية المهنية للتجار محمد حمسيب. أهلا وسهلا ومرحبا ورمضان كريم. شكرا على القناة على الاستضافة، ونشكركم على هذه المبادرات اللي كتقوم بها على الصعيد الوطني، أولا لقاءات تحسيسية باش تحسوا الناس بأهمية وخطورة هذا الوباء الذي يعني اللي كيمر منه المغرب بل العالم كله. نسأل الله تبارك وتعالى يعافينا ويعافي العالم كل شيء، وكذلك رمضان مبارك سعيد للجميع إن شاء الله. إذا محمد حمسيك بنعرفوا يعني الجمعية ديالكم إمتى تأسست؟ بالنسبة للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت تأسست سنة 2006، ولها عدة أنشطة وعدة لقاءات وعدة تحسيسية وغيرها، يعني تشتغل في عدة مجالات، تشتغل في العمل الاجتماعي، تشتغل في اللقاءات التكوينية واللقاءات التواصلية، وكذلك حتى الجانب الرياضي تستحضره، الجانب الترفيهي للتجار. كتعرفوا أن التجار في واحد الفترة كانوا ما يعني حدوا بينه وبين الكونطوار وبين جهة الجمعية باش يعني تخلق أنشطة ديال الترفيه لهاد التجار هادو، ونظمت مجموعة من الدوريات ديال الكرة، وكانت هاد الدوري ديال الكرة ديال رمضان خاصة تتخللها كل مرة يتم تكريم شخصية من الشخصيات التجارية بالمدينة، وكذلك بالنسبة للمسائل ديال الترفيه الرحلات على المستوى الوطني كاع تقريبا التجار تساروا المغرب يعني تبارك الله مهلين في التجار ديال مدينة تيزنيت. واخا سي محمد بغينا نعرفوا يعني الجمعية ديالكم واش كتقتصر فقط على التجار المهنيين ولا حتى الحرفيين يعني بصفة عامة؟ يعني هي كما قلت لك هي جمعية مهنية تجمع بين التجار والمهنيين والحرفيين بصفة عامة، هي تجمع كل شيء، ولذلك يعني حتى ملي جات المبادرة باش تكون واحد الفيدرالية كنا عندنا واحد الفكرة باش تكون واحد الفيدرالية تجمعوا فيه جميع القطاعات باش يكون واحد لو بوا ديال هاد القطاعات هادو، حتى إلا غيطلبوا المطالب ديالهم يكونوا يعني تكون مطالب قوية، باعتبار أن كاين واحد التكتل قوي، لأنك كان كيما كتعرفوا كنعيشوا في عصر التكتلات، إلا ما كاين التكتل راه ما كاين والو. واخا في ظل المطالب ديال التجارة سي محمد، يعني درتوا اجتماعات يعني مؤخرة، يعني شنو المطالب ديال التجار اللي بغاو حاليا بمدينة تيزنيت، شنو هما المطالب ديالهم؟ أولا بسبب هذه الجائحة كيما كتعرفوا راه القطاع الوحيد اللي مكوي بهذه الجائحة يتمثل في القطاع التجاري. القطاع التجاري الناس ديال اولا بعد خصنا نقولوا بان مدينه تيزنيت مدينه تجاريه بامتياز، لا مصانع لا فلاحه لا الصيد البحري لا غير، يعني المدينه كتعتمد على التجاره بالدرجه الاولى، وبالتالي الجل ديال الناس تيشتغلون بالتجاره، واللي جات هذه الجائحه فعلا يعني هاد التجار لباو النداء ديال الوطن على اساس ان يلتزموا بمقررات واجراءات الحجر الصحي، مشاو للديور ديالهم وسدوا على الديور ديالهم حفاظا اولا على صحتهم وحفاظا على الاسر ديالهم، وبالتالي يعني كاين واحد الضرر كبير. اين يتجلى هذا الضرر؟ ان هاد الناس سدوا المحلات ديالهم للمصدر الوحيد الرزق ديالهم هو داك، يعني ما عندهمش مصدر من غير ذاك الفلوس ديالو، وبالتالي تتراكم عليه. تصور انت دابا سد المحل، تراكم عليه الضرائب، تراكم عليه الكراء، تراكم عليه الفاتورات ديال الضوء وديال الماء، وزيد عليه المصاريف ديال العيش، يعني هاد السيد فين غادي؟ حتى هاد الشيء دابا المبادرات اللي دارت محليا بالنسبه للكفاف وهاد الشيء ديال الجانب الاجتماعي، شحال بقى غادي تشد هاد القفه؟ شهر يعني يومين سيمانه جوج سيمانات، يعني هاد الشيء لا يكفي، لا بد من الدوله ان تدير واحد الالتفاته
لهذه الشريحه هذه لانها متضرره كثيرا. واخا سي محمد يعني ما كتشوفوش ان هناك مغامره بالنسبه للتجار لكم؟ واخا ان الحمد لله مدينه تيزنيت على واقع صفر حاله، يعني ما كاينش شي ضرر ولا شي تخوف انه الا الناس حلوا المتاجر ديالهم ما غاديش يكون واحد الضرر ولا واحد الخطر على المواطنين بصفه عامه. لا ماش كنقولش غادي يكون شي خطر ولا شي حاجه، ربما لا قدر الله هذا الشيء، هذه الجائحه راه ما كتعلمش لا تقرب الابواب، هذا الشيء راه كيجي بغته، نسال الله السلامه والعافيه. ربما كتهضري على البيان اللي تدار مؤخرا، الجمعيه دارت واحد الاجتماع في 7 مايو 2020، يعني مجموعه من التجار يطالبون باش يفتحوا البيبان في قدر المستطاع، يعني حتى هاد الاجراءات اللي تدار راه خصها تدار من طرف السلطات المحليه، تشوف شنو تشوف الاجراءات ديالها، تشوف هل هو بعدا ممكن ولا مش ممكن. حنا تلبيه، حنا صله وصل بين التجار وبين المسؤولين، يعني حتى الفتح ممكن يكون تدريجي هكا. هادشي اللي بغينا، اولا بنينا على مجموعه من المعطيات. المعطى الاول كما قلنا ان مدينه تيزن تعيش على التجاره. المعطى الثاني اللي هو مهم جدا اللي هو ان مدينه تيزن الحمد لله ما فيها صفر حاله، وهذا راجع الى يعني مجهودات اللي كيقوم بها المسؤولين في السلطه المحليه وفي المجلس الجماعي والهيئات المجتمع المدني يعني جميع الاصناف ديال الدوله دخلت في هذا الشيء، الاطقم الطبيه وغيرها التوعيه، جات النتيجه صفر حاله بالنسبه لمدينه تيزن. هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث، اولا هاد الناس ديال التجار تقداو، كاين اللي تقدا باش يبيع في هاد العويشين، تعرفوا ان التجاره تزدهر في المدينه وكيدخلوا شويه غير في العويشين، اما باقي الايام كتكون عاديه. وبناء على هذا المعطى الثالث اللي هو ظروف ديال العيش، ظروف ديال العيد الفطر، طلبنا حنا درنا اللازم، درنا واحد البيان فيه ان التجار يطالبون السلطات المحليه باتخاذ الاجراءات اللي كتشوف فيها السلطه المحليه انها مناسبه ولا تضر باحد باش يفتحوا ولو تدريجيا. كنعرفوا ان دابا راه مجموعه من القطاعات فتحات الحمد لله، والناس ديالنا ديال البقاله وديال ديال 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 الجزاره وديال الخضاره هما في الميدان دابا خدامين، هما يتحداونا الكورونا ويتحداو كل شيء، هذا الشيء في سبيل باش يوفروا المؤونه والمستلزمات ديال العيش للساكنه، وحتى هذا حتى هادو راه حتى هما في الواجهه المساكن، يخاطرونا بالحياه ديالهم، يخاطرونا بالاسر ديالهم، يخاطرونا بكل شيء، وبالتالي هما في الميدان. حنا دابا اشنو بينا؟ بغينا هاد الناس ديال سميتو ديال 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 الملابس ديال الاواني ديال الاحذيه، إيه هذا في حدود الامكان. حنا دابا ما عمرنا كنديروا شي حاجه الى ما جاتش من المصادر ديالها الرسميه، الى ما كاينش الطلب ديال حنا درنا هذا البلاغ باش يتدرس على مستوى المنطقه وان تاخذ السلطه بعين الاعتبار هذه المعطيات الثلاث اللي واخا ولا تم الرفض ديال الطلب ديالكم السي محمد. شنو المشكل؟ حنا هنا اشاره، ما حنا لسنا اولا لا ندعو الى الفوضى ولا شيء من هذا القبيل. اولا السلطه هي كتشوف عندها الترمومتر ديالها، راه ما يمكنش، هادو راه مسؤولين في الدوله راه مسؤوله، السلطه راه مسؤوله، المجالس مسؤوله، كل في موقعه. الا شافت السلطه المحليه بانه لا يمكن باش تحل هاد المحلات هادو في هاد الظرفيه هادي، نظرا لان لتجنب الوباء للناس، حنا ما معترضينش، حنا سنلتزموا بالاجراءات ديال السلطه المحليه وديال ديال 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 الحجر الصحي والاجراءات ديال الطوارئ. جميل جدا محمد حمسيك، يعني بصفتكم الجمعيه المهنيه، رئيس الجمعيه المهنيه ديال التجار، يعني شنو هما الاكراهات اللي كتوجهوها في ظل الازمه ديال كورونا؟ كما قلت لك راه الاكراهات بزاف، راه جميع القطاعات متضرره، يعني كما قلت لك القطاعات المتضرره الكثيرة اللي هي اكثر تضررا واللي اكتوات هي الفئه ديال التجار المهنيين خصوصا مدينه تيزن والحرفيين، لان خصوصا تيزن هي هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي فاش عتمدين. وبالتالي
حنا كنطالبوا السلطات المحليه تخفيف الاجراءات ودير اللازم ودير ما هو ممكن، لا نطالبوا بشي حاجه اللي ما ممكنش. نعم. اذا غادي يجيب لنا هذا الشيء الضر لهنا كاع يكون شويه. نعم. حنا اذا محمد حمسيكي يعني بغيتي تقول لنا يعني توجه واحد الرساله للمواطنين في كلمه اخيره، شنو بغيتي تقول لهم؟ انا دابا كنشكر جميع التجار ديال المدينه واخص بالذكر لبقاله وهذوك اللي خدامين الان في الميدان وهما يخاطرون بحياه ديالهم. راه هذا الشيء راه ماشي سهل، هذا الشيء راه يتفشى، هذا الوباء راه خطير جدا، خطير جدا. كتشوفوا اشنو دار في العالم كلشي. وبالتالي كنوجه تحيه الشكر للسلطات المحليه اللي قامت بالواجب ديالها، وكان الشكر كذلك للجماعه ديال تيزنيت، الشكر لجمعيات المجتمع المدني، الشكر لجميع الهيئات اللي من خارطه باي شكل من الاشكال لمحاربه هذه الجائحه. هذا الاخوان هذا راه واحد التضامن كبير وطني، وهذا معروف في المغاربة ومعروف في جميع المغاربة، هذا حس وطني عالي تضامني يجب أن نلتزم به. إذا مشاهدي الكرام متتبعي قناة شوف تي في، كنتم مع رئيس الجمعية المهنية للتجار محمد حمسي، كنشكرك بزاف على الوقت اللي عطيتينا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكركم، كنشكركم هذا، أنا كذلك نشكر هذه القناة التي تتكبد والعناء حتى هي راه في الواجهه، الاعلاميين حتى هما في الواجهه، راه يخاطرون بحياه ديالهم، راه لا يجعل السلامه، لان كل واحد من المغاربه راه كيدير الواجب ديالو، وهذا هو المفروض خص يكون عندنا هذا الحس الوطني العالي، هذا باش ما يتميز المغاربه على بقيه الشعوب الاخرى، وشكرا لكم جميعا.